سيد بن عابد، إذن أمس كان اجتماع مجلس الوزراء، رئيس الجمهورية أكد على وجوب اعتماد الحكومة السرعة القصوى في تطبيق قرارات مجلس الوزراء التي لم تجسد أو تأخر أو هناك تأخر في تنفيذها، إذ ليس هناك أشد كما قال رئيس الجمهورية أشد وقعا على مواطنين من عدم تنفيذ التزامات الدولة. أهمية كل هذا وخاصة فيما يخص السرعة التي أشار إليها رئيس الجمهورية والذي دائما صب اهتمامه على المواطن. بارك الله فيك. أولا تابعت يعني قرارات مجلس الوزراء والمخرجات المتعلقة بهذا الاجتماع، هو أول اجتماع مع الوزير الأول الجديد يعني اللي سيكلف بكل ما جاء من قرارات. أول عملية لاحظناها أن الرئيس الجمهورية يؤكد مرة ثانية أو ثالثة على أن قرارات مجلس الوزراء يجب أن تنفذ، وهذا يدل على أن هناك تماطل أو تأخر أو عدم الاستجابة المباشرة للسرعة في التنفيذ من آلية التنفيذ. لماذا؟ لأن هناك قرارات تتخذ لازم لها 6 أشهر، كاين بعضها 6 أشهر، بعضها أسبوع. لهذا هذه العمليات طبعا يلاحظ الرئيس أن القرارات تتعاود نفسها عدم في تنفيذها. إذا المتابعة تاع هذه الهيئة اللي كلفت بمتابعة القرارات وعلى رأسها هيئة التنفيذية هي الحكومة، أعتقد أنه لاحظ ملاحظات يعني شديدة الصرامة أنها لم تنفذ ولم يعطى لها الأهمية القصوى لتنفيذها لارتباطها باليوميات المواطن الذي يعتبره خط أحمر رئيس الجمهورية، من خلال أن كل سمعة الجزائر الدولية والإقليمية أو المحلية تتعلق بمدى تنفيذ القرارات ووصولها إلى المواطن. هذا أول عملية لاحظناها متكررة، تكررت هذه 6 مرات اللي لاحظتها تتم على مجلس الوزراء. أيضا أعتقد أن رئيس الجمهورية أصدر تعليمات في غاية الأهمية اللي لاحظناها بما يسمى الوعود المبالغ فيها. بعض المسؤولين أو يخرجوا أو الوزراء أو القطاعات أو الدوائر الوزارية أو حتى المحلية على مستوى الولايات يعني يمدوا أي وعود مبالغ فيها اللي لا تتماشى لا مع دراسات ناجعة ولا مع ملاحظات قيمة ولا مع أرصدة مالية وغلافات. من هذه المبالغ فيها ستدور الدوائر ثم يصبح المسؤول الذي يمثل الدولة أنه بالغ في الوعد ثم يصبح كاذبا. إذا هذا المنطلق رئيس الجمهورية أزا هذه التعليمة، وأنا حريص من الناس اللي كنت تتبع فيها دائما ما تمدوش الوعود، أعطونهم الحقيقة فقط. إذا أعتقد أن رئيس الجمهورية هذه النقطة فان مهمة جدا فيما يتعلق بالمواطن والتزاماته، لأن ما يبذل من ميزانية وضبطها من أرصدة مالية من استيراد من تصدير كله في خانة أريحية المواطن ورفع خاصة فيما يتعلق بالقدرة الشرائية للمواطن، فيما يتعلق بالبرامج السكنية للمواطن التي يجب أن تجسد وفق تخطيط زمني محدد ثم وعود حقيقية تتماشى مع رؤية رئيس الجمهورية. أيضا ركز على كلمة عدم التبذير المال العام وهو ترشيد النفقات في أمور يعني كما نقولوا إحنا راهي مبالغ فيها. بعض الأحيان أنجاجوا في مشروع 150 مليار نلقاو روحنا فيه 400 مليار مشات بليزافن وبالملحقات، بعض الأحيان منها الوهمي ومنها اللي لم تدرس فيه الدراسة الناجعة، لأن القانون 18-15 تاع المحاسبة العمومية يركز على أن الأرصدة المالية توجه مباشرة للأشغال الموجهة. بمعنى آخر مشروع يساوي 150 مليار لازم يأكل 150 أو أقل وليس الأكثر، لأن ما أعباء على كاهل الدولة والميزانية اللي حدثت من 2015 وارواح هي هذه الملحقات وإعادة تقييم المشاريع. أيضا هناك من القرارات المهمة جدا اللي لاحظتها التنسيق بين الدوائر الوزارية حول القرارات المؤثرة على التوازنات المالية. بمعنى آخر بعض الأحيان يعني نخدموا طريق تاع 200 مليار ثم تجي دراسة أخرى تقول عندنا لاسيميسمو تحت يعني أو قنوات الصرف الصحي أو المياه أو غاز دو فيل، نخسروا كاع الطريق اللي خدمناها. ما يجب أن يكون الآن هو التنسيق بين الدوائر الوزارية في كل المشاريع القطاعية، في كل المشاريع الاستراتيجية والحيوية التي تهتم بها الدولة من خلال المقاربة الوطنية في كل المجالات. بمعنى آخر نبنوا ميناء في الحمدانية معناها الأهمية الكبرى للحمدانية، ثم يجي شرشال ثم يجي تنس
والعاصمة. هذا المقاربات يجب أن لا تفقد الميزانية بعض التوازن اللي مرت عليه. أيضا أعطى أهمية كبيرة للتشغيل من خلال الحفاظ على مناصب الشغل الموجودة ثم استثمار المناصب القادمة وتطهير القوائم فيما يتعلق بما يسمى بالشبكات الاجتماعية وشبكات المقاربات في العقود المنتهية والاحتياط وما شابه ذلك من امتصاص كل لهذه المعلومات. إذن هذه أهم القرارات الأولى اللي فيما يتعلق بالتوجيهات والتعليمات اللي وجهت كما قلت انت فيما يتعلق بالمواطن كمحور عملية التنمية المستدامة كمحور للقرارات على رئيس الجمهورية. لازم القاطرة تكون كاملة بمعنى الرأس، يعني رئيس الجمهورية يقرر، يجب المواطن ما يشعر به وما يراه في المقررات يشوفها في الميدان دون وعود مبالغ فيها. هذه أهم النقطة الأولى. تبغين نكمل فعلا فيما يتعلق بالقرارات في بس كالحديدية أو شبه ذلك، أو تكملي الحديث ثم نزيده؟ سيد بن عابد، كذلك نقطة أخرى، رئيس الجمهورية كان قد شدد على رفع وتيرة تنفيذ ما تبقى من برامج والتزامات الرئيس، لا سيما في قطاعي التربية الوطنية، اقتصاد المعرفة، وكذا المؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة. رئيس الجمهورية نلاحظ أنه هنا الآن يسرع في تنفيذ التزاماته، خاصة بعد الخرجة الميدانية إلى ولاية الجلفة والتي كللت بتدشين عدة محطات. بارك الله فيك، هذه أهم نقطة ركز عليها منذ حديثا أشهر أو 9 أشهر. قال على أن السيستم تاع الكيشر تاع الدفاتر الشروط لازم يلتزم ب 8.3، يعني أن وتيرة العمل تم في الليل على فرق 3، مما يسمح بربح المشروع تاع عام فسين يتربح في عام، تاع عام في 4 شهور. وهذا ما لاحظناه في مؤسسة تربوية، أنا خاصة أني ممثل عن ولاية شلف محليا، أني نتكلم على إنجازات فعلا تمت في الوقت القياسي بتدعيم أولا الغلاف المالي موجود، ثانيا الإسراع في وتيرة العمل 8.3، وهذا ما سيجسد هذه العملية. كي نتكلموا أيضا على مشروع ضخم كغار جبيلات والسكة الحديدية بالشهر تندوف، إذا احنا خليناها على 10 سنوات ولا 20 سنة، أولا التكلفة المالية تزيد، الدينار في تذبذب، البورسات العالمية في ليزونغاجمون، في هذه كل العمليات. يعني الرئيس انتبه أن الشركات العالمية لازم تكون حتى ولو يتطلب اليد الأجنبية، لكن الالتزام خاصة في ستارت اب، خاصة فيما يتعلق بالمؤسسة التعليمية وكل المحيط أو المؤسسة الاستشفائية أيضا، هذه لازم تكون في وتيرة خاصة. ثانيا الالتزامات الرئيس راهي ملتزمة في عهدة أولى، نتمنى أيضا أعلاها لا تكون مكملة إن شاء الله العهدة الثانية اللي تكمل البرنامج الكامل، لكن نتكلم على أن العهدة الثانية عنده التزامات يجب تتحقق وفق وتيرة زمنية معينة. هذا اللي نتكلم عليه فيما يتعلق بوتيرة الإنجاز وما يجب أن يكون من محاكاة للشركات العالمية. نقطة أخرى كذلك كان قد أشار إليها رئيس الجمهورية، ألا وهي ضرورة تكثيف الاستشارة بين أعضاء الحكومة حول القرارات المؤثرة على التوازنات المالية الكبرى للدولة. أهمية هذه الإجراءات سيد بن عابد؟ أكيد إحنا كي نتكلموا على الاقتصاد المعرفة ونتكلموا على التوسع السياحي اللي هو استثمار، نتكلموا على التوسع الخدماتي اللي هو استثمار، نتكلموا على التوسع الفلاحي والاهتمام به اللي هو استثمارات أيضا، نتكلموا أيضا على المناطق الصناعية اللي هي استثمار، نتكلموا على الري والاستاسيون هذو تاع تحليه المياه البحر. كي نتكلموا على المقاربات هذه الوطنية يجب أن يكون استشارة بين الدوائر الوزارية تحت تنسيق ورؤية الوزير الأول باستشارة بطبيعة الحال مصالح رئيس الجمهورية، من خلال أن هناك مقاربات مالية قد تضعف في مراحل ما. إذا كنت نتكلم على الفلاحة في مناطق ما، ثم العقار الفلاحي، ثم العقار السياحي، هذه كلها توازنات مالية يجب أن الجيوب المالية نتاعها والغلافات المالية تكون تحت وصاية مباشرة، يعني المال يروح لبلاصه، لأن لو ديبيت كارت المحاسبة العمومية اللي أكدت عليه الدوائر الدولية من خلال تعليمات وتوجيهات البنك الدولي تقول أن كل الأموال لازم تصرف في مقاربة وطنية. مستشفى
كي نقولوا مستشفى مدينه استشفائيه مثلا في عين دفله ولا في شلف، لازم ما تكونش ثاني مشروع ثاني محلي على بناء مستشفى اخر نقولوا في المديه. يعني المقاربه الوطنيه تهتم بعدم تبذير المال العام ووفق مقاربه وطنيه استراتيجيه خاصه كي نعتمدوا على ميناء واحد وتوسعه ميناء مثلا تنس، فذلك يسمح لنا اننا نعتمدوه كمركز من البوابه الاقتصاديه تاع الدوله. هذا هو اللي يتكلم عليه فيما يتعلق بالقرارات المؤثره بين الدوائر الوزاريه حتى لا تتاثر على التوازنات الماليه في اطار مقاربه وطنيه شامله. شكرا جزيلا لك سيد بن عبد خليفه نائب برلماني على هذه المداخله القيمه.